السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عندك وورد بريس وفي كلمة كوبي رايت ريسيرف وانت عايز تخفيها، هنيجي هنا على كاستمايز، وهتلاقي هنا في الفوتر اللي عندك حاجة اسمها زيمز اوبشن. جوه زيمز اوبشن بلاقي الفوتر اوبشن، بلاقي الكلمة هي بتاعت الكوبي رايت، فبحذفها وبقول له بابلش. زي ما انت شايف اختفت. طيب هل ده قانوني ولا مش قانوني؟ لا قانوني ومفيش اي مشاكل خالص. الترخيص بتاع الوورد بريس بيسمح لك ان انت تعمل التعديلات ديت، وبيسمح لك ان انت تحذف الكوبي رايت وتحذف الكلمة دي كمان.